مرحبا، السلام عليكم، حياكم الله. اليوم في جلستنا الافتراضية مع مجالس المعرفة، أحد مبادرات مركز الخبر شيبرز. اليوم راح يكون عنوان الحلقة العمل التطوعي، مفهومه الإنساني وأبعاده. طيب، راح نتكلم لكم شوية عن مركز الخبر شيبرز. مركز جلوبال شيبرز يعتبر أحد مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف. هي شبكة من المراكز في مختلف مدن العالم، مطورة بقيادة شباب وشابات قياديين. يسعى أعضاء المركز إلى تطوير قدرتهم القيادية في خدمة المجتمع، مستنداً على 3 محاور أساسية، وهي الرؤية، التفاعل، والأثر. مركز الخبر هو ضمن شبكة مكونة من 451 مركز حول العالم، وأكثر المراكز نشطة في الشرق الأوسط. قام مركز الخبر شيبرز بأكثر من 23 مبادرة، ولنا أكثر من 20 شريك نجاح، كما أن تم استثمار 850,000 ريال سعودي في تنمية المجتمع. والحمد لله استطعنا على ضم أكثر من 1500 متطوع. رح نتكلم لكم أكثر عن مبادرة مجالس المعرفة. طبعاً مجالس المعرفة هي منصة وملتقى للشباب والشابات لتعزيز ثقافة تبادل المعرفة من خلال الانخراط في محاور دنماركية بين المتحدث وأفراد المجتمع وأعضاء المركز، طبعاً للخبر شيبرز. مجالس المعرفة تقدم مساحة مفيدة للتعلم وأيضاً معالجة موضوعات مختلفة. تم عقد أكثر من 10 لقاءات وأكثر من 1000 مستفيد ومستفيدة. طبعاً من أدوات التفاعل الـ Question Q&A، الـ Question and Answer اللي بتلقونها تحت، feel free أو خذوا راحتكم في تسجيل كتابة أي سؤال يخطر على بالكم أثناء اللقاء. وأيضا هناك طريقة للتفاعل عبر هاشتاغ مجالس المعرفة في تويتر. اليوم سوف نقوم بإدارة الحوار معكم رؤى البيش من مركز الخبر شيبرز، الفايس كريتر لهذه السنة، ومعانا سميرة طايع، شريك ومؤسسة والمدير التنفيذي لمؤسسة إحياء الاجتماعية. أستاذة سميرة، ممكن تخبرينا شوية عن your background؟ أكيد. السلام عليكم وأهلا جميعا. شكرا رؤى على الانترودكشن وشكرا للاستضافة اليوم. معكم سميرة طايع، مهندسة معمارية والشريك المؤسس ومديرة التنفيذية لمؤسسة إحياء الاجتماعية، معروفة سابقا بإحياء جروب. نحن بمؤسسة إحياء مؤسسة متخصصة بتطوير البيئة التعليمية وتنمية المجتمع. نشتغل على برامج خدمة مجتمع متخصصة بالتعليم والتمكين. يعطيك العافية أستاذة سميرة. معانا الأستاذ سعيد وديع أزهر، مؤسس ورائد أعمال تجارية واجتماعية. ممكن أستاذ سعيد تحدثنا عن نفسك؟ السلام عليكم، مساكم الله خير جميعا، أحييكم وشكرا جميلة والمقدمة الرائعة. أخوكم سعيد أزهر، مؤسس مجموعة حيث الإنسان أولا. مجموعة حيث الإنسان أولا عندها تقريبا هويتين أساسية، هوية جوي اوف يوث، تم بتوفير الخدمات التطوعية، أو ممكن نقدر نقول على 4 أشياء أساسية، اللي هي توفير الاستشارات في مجال المسؤولية المجتمعية لجميع القطاعات، المجتمعية لجميع القطاعات، أيضا توفير فرص تطوعية لمنسوبي الشركات، وأيضا توفير فرص تطوعية لطلاب الجامعات. عندها أخرى اسمها Enjoy Charity، هذه هوية بتركز
منتجات فقط بطريقة مستدامة تعزز من تمكين المجتمع. عن هذه السلسلة من 2013 الحمد لله كل سنة من نجاح إلى نجاح آخر. يعطيك العافية، سعيدة بتواجدك معنا. والأستاذة غدير يمالي راوية قصص ومؤسسة مبادرة حكاية جدتي. أستاذة غدير، ممكن تحدثينا عن نفسك أكثر؟ أول شيء السلام عليكم، يسعد مساءكم، يعني شكرا على الاستضافة هذه وهذه الفرصة، وشكرا على تعريفك بينا جميعا. أنا أحب أعرف عن نفسي كأم وصديقة لثلاث أبناء. تخصصي مختبرات طبية، لكن حبي للخيال وشغفي في الخيال خلاني أغير بعد ما أكملت المختبرات الطبية إلى رواية القصص. في رواية القصص كثير من الحمد لله المتطوعين اللي معايا، منهم أبنائي ومنهم يعني شباب وشابات. يعني الواحد صار بعد ما يقرأ القصص صار يدرب على تدريب القصص، فالراية الحين جالسة يعني نديها للجيل اللي بعدنا. الحمد لله للآن قرأت تقريبا لأكثر من 10,000 طفل ل15 جنسية، وكنت أول سعودية تدرس مادة التسل في مدارس أرامكو السعودية. عفوا ما أسمع. يعطيك العافية، سعيدة بتواجدكم معنا. ونبدأ الحوار. طيب، إذا ممكن تعطونا عن خلفيتكم، كيف إيش اللي فيكم إلى البدء في الأعمال التطوعية؟ ما هو الدافع اللي دفعكم للأعمال التطوعية؟ كيف جتكم الرغبة أو من وين ابتدت فيكم الرغبة في صنع أو قيام أو الانحراف إلى هذا، أو خلينا نقول إيش جذبكم إلى هذا للعمل التطوعي؟ أنا ممكن أبدأ، أنا جاهزة. طيب، سبحان الله، أنا وعائلتي سافرنا كثير للخارج بسبب عمل زوجي، فكان جذب انتباهي اهتمام القصص وروايتها للأطفال. يعني هذا الكلام تقريبا من أكثر من 10 سنين. لما رجعت هنا للسعودية يعني حبيت إني أخذ اللي أنا تعلمته أو اللي أنا شفته وإني أطبقه هنا، خصوصاً إنه أنا كان عندي بعض المهارات اللي كان ممكن إني أكمل أو إني أبدأ في هذا المشروع. فيعني بعد ما أسست نفسي وحسيت إنه ممكن أبدأ هذا البرنامج، يعني كنت حتى في المنطقة اللي أنا فيها كانت تقريبا يعني كان نادي حكاية جدتي ويمكن نادي ثاني، كان هم الوحيدين اللي في هذا النطاق رواية القصص للأطفال، كان هم الوحيدين اللي في المنطقة هذه. هذا اللي شجعني أكثر إنه أنا أنمي هذه المهارة، أستخدمها أنا وأنميها عند غيري. يعطيك العافية أستاذة غدير. طيب أستاذ سعيد، ممكن تحكينا عن تجربتك اللي قادتك إلى العمل التطوعي؟ طيب، أهلا وسهلا. طبعا معروف التطوع بشكل عام دوافع كثيرة ومختلفة، في دوافع تكون اجتماعية، في دوافع إنسانية، في دوافع لها مصالح متعلقة بأمور دنيوية، اللي حابب يطور من مهاراته، اللي حابب يسوي كونكشن، اللي حابب ميديا وغيره. طبعا باي جوي في 2013 كان يعني لسبب اساسيه صراحه، القناعه الذاتيه داخلي انه لازم الانسان يكون عنده بالانس في حياته،
وربنا قالها في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. المعادلة هذه معادلة التوازن في الحياة هذا شيء جدا ضروري، وأتوقع أنه الجن يعيش مرتاح ويكمل مسيرته في الحياة لازم يعيش هذا الدور. الشيء الثاني طبعا أنا كنت كطالب مبتعث سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، كنت بأخذ من الدولة أشياء مرة كثير، يعني أنا كنت أحسبها أنه المبتعث الواحد السعودي في أمريكا فقط بينفق عليه 1,000,000 ريال سعودي ما بين توشن وتأمين طبي وتذكر السفر وراتب شهري وإلى آخره. طيب هل أنت كشخص في المجتمع هذا تبي تكون عال المجتمع وتأخذ بدون ما تعطي أو لا؟ فكان أجب نقدم للمجتمع كنت زي ما بتأخذ من الحلال لازم تعطي للمجتمع، الموضوع جدا بسيط. فكانت هي هذه المعادلة، زي ما أنا بأخذ من المجتمع لازم أعطي مقابل المجتمع، ما أنتظر أن المجتمع يطلب مني هذا الشيء أبادر نفسي. فكانت الانطلاقة من هذا المبدأ أنه الإنسان يبغى يسوي حاجة مفيدة للمجتمع. وما كان طبعا عندي تصور أن يوم الأيام ممكن سعيد أو مجموعة حياة الإنسان أولا توصل اللي وصلت اليوم، ولكن يعني بتوفيق الله عز وجل الواحد يعني إيمو في العمل اللي يقوم به، وأيضا تختلف أولوياته حتى رؤيته ممكن تختلف. أنا كان الهدف الأساسي أن يكون لي بصمة في المجتمع، اليوم أصبح هو مختلف، ما أبغى يكون بصمة، أبغى في النشر تكون لهم بصمة في المجتمع إن شاء الله. يعطيك العافية، أكثر من رائع. حلو أن الإنسان يكون ملامس للأشياء اللي خلينا نقول inspires them أو تخلق فيهم حب إنه العطاء. أستاذة سميرة حابة تحكينا عن what led you or إيش اللي دفعك إلى العمل التطوعي؟ أكيد مبدئيا نحن كطلاب طلاب جامعة كنا مطلوب مننا دائما أعمال تطوعية مختلفة، وكان يعني كل ما الواحد يشارك بأعمال تطوعية ما يحس بأنه الأثر ممكن يكون مستدام على هذا المجتمع اللي عم نخدمه. فبدأنا إحياء كطريقة أنه نخدم مجتمعنا بطريقة مستدامة أكثر من خلال التعليم، لأنه هي القضية الأساسية اللي بنؤمن فيها. وحبينا من خلال هذا العمل أنه يكون في زكاة للعلم. في كتير ناس بيزكوا أموالهم، بس مبدأ زكاة العلم هو من ديننا، وكل حدا ممكن يستفيد من خبراته ومن علمه بأنه ينقل للمجتمع بطريقة ما. فبدأنا إحياء كتطوع متخصص بما أنه نحن بدأنا كمهندسين معماريين، وركزنا كتير على الجانب التعليمي عشان نقدر نلاقي أثر مستدام أكثر بالخدمات اللي عم نقدمه. جميل، حلو. طيب بصورة عامة إذا ممكن تحدثوني عن أبعاد العمل التطوعي اللي تقوم فيها أغلب المبادرات التطوعية. أستاذة سميرة خلنا نبدأ فيك. أوكي، هلأ البعد الأساسي اللي أغلب الناس بيركزوا عليه هو البعد الاجتماعي طبعاً، لأنه العمل التطوعي دائماً مربوط بالمجتمع وكيف تقدر الواحد يخدم مجتمعه بشكل أكبر. وبالإضافة للعامل الاجتماعي طبعاً هو شيء محفور بقيمنا الدينية من وقت ما كبرنا، فإله بعد ديني طبعاً، ودائماً بنحاول من خلال التطوع من العمل الاجتماعي إنه نقدر نوصل هاي الرسالة. الشيء اللي ممكن ما كتير بنحكي فيه هو العامل الاقتصادي للتطوع، لأنه التطوع يعني شريحة الشباب اللي بتطوع هي شريحة كتير كبيرة من المجتمع، وبهي الأعمال اللي عم تتقدم عم نساهم بتنمية الاقتصاد الدولة. فهذا عامل جدا جدا مهم، بالإضافة طبعا للأدفانتجز اللي الشخص نفسه بيكتسبها من خلال الاكسبيرينس التطوعي، ففي خبرات في علاقات ممكن يكتسبها من خلال هاي الأعمال اللي مشارك فيها المتطوع. يعطيك العافية. أستاذ سعيد إيش رأيك بكلام أستاذ سميرة، وإيش من منظورك إيش تشوف من أبعاد العمل التطوعي؟ جميل، طبعا الأستاذة سميرة ما شاء الله ماشية هي وجروب على استراتيجية جدا جميلة، علم الشخص كيف يصطاد السمك بدل ما يجيب السمكة، وهذا الشيء أنا مؤمن به شخصيا،
ومؤمن ايضا انه ابعاد التطور بشكل عام يعني في ابعاد فرديه، في ابعاد اسريه، ابعاد مجتمعيه، ابعاد انسانيه، ابعاد ايضا تعليميه واقتصاديه زي ما ذكرت الاستاذه سميره. فاحنا اليوم كلنا بنشوف تقريبا شغف المتطوعين في جميع انحاء المملكه وقد يكون في العالم كله اكيد. وانا اعتقادي انه اكثر دافع او اكثر بعد الان كلنا بنشوفه اللي هو الابعاد المجتمعيه. الناس بتحاول انها تكون جزء فعال من المجتمع، وهذا ما نص عليه رؤيه 2030 سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. قال المجتمع حيوي، فالمجتمع يكون اكتف، يقدر يخدم بعضه، وكل ما تكاتف المجتمع مع بعضه كل ما كان في نتيجه افضل. فاعتقد انه هو البعد الاجتماعي هو تقريبا اكثر المبادرات نص عليها في المجتمع. يعطيك العافية. طيب أستاذة غدير، أستاذة سميرة وأستاذ سعيد ركزوا على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، إيش رأيك؟ ما هي الأبعاد التطوعية التي يقوم بها أغلب المبادرات؟ طيب إحنا لو نرجع يعني لأول إيش هو تعريف التطوع؟ التطوع هو بذل جهد لفئة من الناس. طيب الجهد هذا يختلف، الجهد هذا ممكن يكون زي ما ذكر الأستاذ سعيد والأستاذ سميرة، ممكن يكون مالي، ممكن يكون نفسي، معنوي، عيني. فين يبذل هذا الجهد؟ يعني أحس في بعض في ممكن تأثر بالمكان وأيضا بالزمان. فمثلا أنا بما أنه أنا عندي أبناء الآن، يعني أنا كنت أشوف إن بعض الجامعات الآن تطلب ساعات عدد تطوعية من الطلاب أو حتى يتم قبولهم. فالمدارس تؤهل هذول الطلاب وتساعدهم في توفير عدد ساعات تطوعية في المجتمع. فسواء كان هذه عدد الساعات التطوعية تكون داخل المملكة أو داخل المنطقة أو خارجها، فالتعاون هذا اللي بيصير بين المدرسة وبين بين الجامعة بين الجامعات يعني دافع قوي إنه تختلف عندنا المجالات التطوع. يعني أذكر مثلا بناء الأشياء الاجتماعية، بناء ترميم المساجد، ترميم البيوت الفقيرة، أو الذهاب أيضا خارج المملكة للدول النامية. في أيضا يعتمد على الزمان. مثلا أيام كوفيد كثير من المتطوعين، مثلا يعني أعرف واحدة من المبادرات كانت في إحدى اللابات عملوا اللي هو الفيس شيلد للدكاترة، فكان هذه كانت عدد المتطوعين كان جدا هائل، وما أعرف صراحة قرأت الرقم بس نسيته، إنه الفيس شيلدز هذه يعني توزعت على المستشفيات. وأيضا ما أدري اللي يذكر حرب الخليج، أنا ما أدري مين معانا من الأشخاص هنا لحق حرب الخليج، بس أذكر كان الممرضات أيضا كانوا المهارات اللي عندهم يحاولوا إنهم أو المعلومات اللي عندهم كانوا يحاولوا يدربوا الناس بالإسعافات الأولية والتنفس الصناعي وغيره. فهذه هي اللي هي مثل تكون في حال الأزمات أو في هذه في الوقت الزمني. وأنا بالنسبة صراحة لي من أجمل التطوعات هي تطور المهارات الشخصية، لأنه أنا هذه اللي أنا مريت فيها كراوية قصص، طورت هذه المهارة عندي وعززتها، والآن أنا في هذه التجربة إني جالسة يعني أزكي باللي عندي زي ما ذكرت أستاذ سميرة، وأحاول إني أدي اللي موجود عندي وأدي لرواة القصص الجديد، الجيل الجديد. جميل وملهم، شكرا لك.
طيب عندي سؤال آخر، برأيك ما هو البعد التطوعي التي تتمحور حوله مبادراتك التطوعية، وكيف تري أثره على شعور المتطوعين المشاركين؟ تالية. أيوه طيب مثل ما ذكرت أنا، التطور المهارات الشخصية هي اللي أثرت فيها واللي جالسة أحاول أثرها الآن. يعني أذكر من أسبوع تقريبا، كان شاب عمره 16 سنة بعت لي مسج قال لي: أستاذة غدير، أنا اليوم قرأت ل 164 طفل، هو عمره 16 سنة. فكيف إنه هو فخور بنفسه وإنه قدر إنه يكسر الحاجز اللي عنده. يعني هذا أنا هذه الأشياء اللي أنا فخور فيه، غير إنه هو المستفيد والأطفال أيضا يستفيدوا، لأنه حيشوفوا أول شيء إنه يعني رواة القصص ممكن يكون صغار، مو لازم يكون كبار السن. فهذا الشيء وغيره من هذه الأشياء. يعني أتخيل إن مثلا الشاب هذا بعد ما يخلص دورته التدريبية، قلت له لازم تحسب عدد الأطفال اللي أنت قرأت لهم بس عشان أنت تكون فخور بنفسك. بعدين العلاقة اللي يصير بينه وبين الأهل والأطفال، مثلا واحد من أولياء الأمور جاء للشاب هذا قال له: أنا عمري 42 سنة ويعني رجعتني يا طفل. فهذه هي المبادرات الجميلة والحلوة اللي تدي أثر لمنظوري الخاص. يعني هذا سميرة، حابة تشاركينا إيش المحور اللي تتحور حوله المبادرات التطوعية بالنسبة لك أو من خلال خبرتك في هذا المجال؟ كيف ترين أثره في شعور الأثر الشعوري اللي ينبع على المشاركين أو اللي المشاركين شاركوا معك؟ طيب هلأ إحنا لما بدأنا، يمكن مو كثير ناس بيعرفوا إحنا بدأنا ب 2015، بس كان أول برنامج تطوعي لإحياء ب 2018. فخلال هاي الفترة كنا عم نشتغل بس كفريق تطوعي صغير، وما كنا كثير عم نشرك متطوعين من برا. اللي حسينا فيه أكثر وقت عملنا البرنامج التطوعي الأول هو جانب التمكين، لأنه التمكين ما بيكون بس للمستفيد، بس للمتطوع نفسه كمان. المتطوع لما يحس إنه عم يأثر بحياة الشخص اللي عم يخدمه، كثير كان حافز إيجابي، وكانت خبرة يعني دائما المتطوعين يحبوا يرجعوا ويختبروها معنا. وكمان مو بس المتطوع نفسه المستفيد، دائما بنحاول كمان بإحياء إنه نشركه معنا بالتطوع. فكان مثلا من البرامج اللي فيها construction بالموقع، كانوا مستفيدين المدرسة ينزلوا من مدرسات من طلاب ويساعدونا، ف بيعطيهم إحساس بالتمكين أكثر من إنه في ناس من برا جايين يساعدونا بس. فبتوقع هي من أكثر الأشياء اللي حسينا فيها بس بدأنا ننشر مفهوم التطوع وحبينا نستمر عليه. سعيد، في إضافة من طرفك بخصوص اللي البعد التطوري برأيك of course اللي تتمحور حول مبادراتك التطوعية، وكيف تشوف أثره على المتطوعين المشاركين من حولك؟ طيب جميل. هو خلينا قبل ما نبدأ يعني نتكلم على البعد هذا أو الدافع الخاص مجموعة حيث الإنسان، أول خلينا نتكلم عن العمل التطوعي. العمل التطوعي هو العمل اللي يصدر من الإنسان بدافع إنساني. أغلب الناس يعني تتوقع إنه في أنا أتطوع وأخذ مقابل، وما في تطوع بمقابل مادي أو نفعي في الحياة. لازم التطوع يكون بدافع إنساني 100%. وهذا عمله بالصدق أصلاً، يعني كثير ناس يتوقعوا إنه أنا مجرد أعطي المال للفقير
هذا هو صدقة. لا مو صحيح، لأن الصدقة قد يكون عمل تطوع، قد يكون عمل خيري، قد يكون عمل صادق. أي شيء أو أي عمل يربط الإنسان بالله عز وجل فهو صدقة. عشان كده ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أي إنسان يشوف الأذى هذا شيء مجرد صدقة. فإحنا في جوي فيوث مهتمين جدا إن إحنا يكون البعد اللي نشتغل عليه بعد إنساني قبل ما يكون في يدعم أي قضية مثلا محددة مجتمعية أو شيء ملموس أمام عيننا. أثره كان جدا عظيم صراحة. بدأ 10 أشخاص في 2013 بطريقة جدا عشوائية. الشعور اللي لمس قلوبنا في أول تجربة تطوع وإحنا مع بعض زي ما تقولي خلانا نقع في الفخ، خلانا ما نقدر نستغني عن هذا الشعور. فصار في نوع من الإدمان. الشعور هذا اللي إحنا حسينا به كان هدفنا الأساس إن إحنا نخلي الناس أكبر شريحة ممكن من المجتمع تحس بهذا الشعور. أنا مو مهم إنه أنا خليك تشتغل معايا أو أوفر لك الفرصة إنك أنت تشتغل معايا لتسعة عشر سنوات، أنا يهم إنك أنت تحس بالشعور هذا اللي ممكن عمرك ما حسيته. وبعدها أنت وضميرك، لو طوعت لوحدك ما عندي مشكلة، لو طوعت مع مجموعة ما عندي مشكلة، وسويت أنت مجموعة وفريقك برضو ما عندنا مشكلة. وزي ما ذكرت الأستاذ غدير، التطوع له أشكال كثيرة. يعني إحنا مؤمنين إنه التطوع قد يكون بالمال، قد يكون بالجهد، ويكون بالوقت، أو يكون بالعلم. أي وسيلة من هذه الوسائل تساعدك إنك أنت تقدر تتطوع تطوع بها. ممكن أنت تقعد في بيتك مجرد إنك أنت تفتح اللابتوب تجاوب على أسئلة في تويتر، هذا تطوع، أنت بتتطوع بعلمك وبوقتك. لأن في 2013 بدأنا بعشر أشخاص فقط في مدينة جدة، والحمد لله اليوم جربوا التجربة هذه اللي إحنا بنتكلم عنها الآن أكثر من 7000 متطوع وتطوعة في جميع أنحاء المملكة. فهو هذا الهدف الأساسي كان عندنا، إن إحنا نبغى الناس تشعر بالتجربة هذه، وبعده كل واحد هو وسيلته والطريقة اللي يقدر يتطوع بها. فالحمد لله وصلنا إلى عدد كبير، ونطمح إن شاء الله بدعم جميع القطاعات وبمبادرة جميع المجموعات التطوعية إنه فعلا في 2030 نوصل إلى 1,000,000 متطوع ومتطوع إن شاء الله. ذكرتني في كتاب قرأته من فترة جيزة اسمه How Successful People Think by John Maxwell. كان في الكتاب قسم يتكلم عن السعادة اللي تجي من منبع العطاء. فحقيقة السعادة هي العطاء. فلما قلت التطوع ينبع من القلب، سواء بالوقت أو العلم أو الجهد أو أي نوع من العمل اللي تقوم فيه عشان تعطي الآخرين، يعتبر تطوع وهو نوع من أنواع العطاء، والعطاء يجلب السعادة. فبس حبيت أشاركك بهذه المعلومة. طبعا نأكد على نقطة جدا مهمة، فاقد الشيء لا يعطيه. يجي شخص يتطوع بمال هو ما عنده مال ما حيقدر، يجي شخص يتطوع بعلم هو مو متعلم ما راح يقدر، يجي شخص يتطوع بوقت هو مشغول ما حيقدر. فعشان كذا تجي الحواجز اللي تشغلنا في الحياة هذه ممكن تخلي الإنسان نوعا ما يكون سيلفش وأناني، حابب إنه هو يخلص نفسه في الحياة هذه ويسوي اللي يبغاه هو. ولكن لما تتاح جميع فرص التطوع هنا الإنسان يقدر يتطوع على راحته. العافية. طيب برأيكم أستاذة غدير، كيف نغرس أهمية العطاء في الأطفال؟ طيب يقال إنه كل فتاة بأبيها مغرم. مغرم يعني أنا أحس، أنا أحكي من تجربتي الشخصية، ويمكن ما أدري عشاني راوية قصص فجالسة أحكي حكاوي اليوم يعني. طيب الوالد لضي الصحة والعافية كان من أوائل الشباب اللي خرجوا من المدينة المنورة وراح ابتعاث في الولايات المتحدة. فزي ما ذكر الأستاذ سعيد تجي لهم رواتب شهرية من الحكومة. فكان الوالد الله يعطيه العافية كان ياخذ ثلث الراتب والثلثين كان يرسله لوالدته ولأخوانه في المدينة، مع علم أنه هو ما كان أكبر الأخوان يعني. فأحس البيت إذا كان عندهم يعني
ذكر القصص والروايات والخبرات سواء من الوالدين أو سواء من الحكايات، حكاية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء، القصص المذكورة في القرآن، يعني مليئة بالتطوعات بمفهومها المختلف. فهذه عند الأطفال أنا أحس يبدأ من المنزل بالتعاون مع المدرسة طبعا. برأيك إيش كيف نغرس أهمية العطاء عند الأطفال من خبرتك وتجربتك؟ مثل ما ذكرت الأستاذة غدير، أكيد التطوع بده يبدأ مع الأطفال من عمر صغير، والأساس بهالشي البيت وبعد هيك المدرسة، لأنه هن بيقضوا أغلب وقتهم بالمدرسة كمان. فضروري لما نحاول نغرس هاي المبادئ تكون بشكل مبسط وتكون مستمرة، على أساس أنه تصير عادة عندهم، ما يكون شيء بس موسمي. مثل ما بعض العوائل كتير بتشرك أطفالها مثلا بمواسم رمضان والعيد، بس ضروري يكون مستمر عشان تصير خلص تنطبع كعادة عند الأطفال. ولازم يكون شيء هن يستمتعوا فيه، يعني يكون شيء نشاط، يحسوا أنه نشاط تفاعلي أكثر، ما يكون مهام مفروضة عليهم، عشان شوي شوي نوعاً يكبروا ويحسوا بالمتعة بهذا الشيء. ممكن تكون أشياء جداً بسيطة، مثل المساعدة مثلاً بأعمال المنزل، مثل العمل مع أصدقائهم بالمدرسة على مشروع معين، من هذا القبيل، نشاطات مبسطة بتوصلهم الفكرة بشكل أكبر. وطبعاً بهاي الأعمال اللي عم نحكي عنهم يعني بتأثروا كتير من المحيط، فمجرد ما أنه إحنا كأهالي أو كمربيين بالمدارس بشوفوا عنا هاي المبادئ، بصير الطفل لحاله بيقلد. نقدر نقول أو خل نقول لو we can highlight اللي استفدناه، نقول إنه الانجذاب، جذب الطفل خلال المتعة وبساطة الشيء، ممكن يخليه يتعود على العمل التطوعي. ولو منقول زي ما ذكرت وزي ما ذكرتي أستاذة سمير وأستاذة غدير، إنه الأهل أو البيت اللي تعود الطفل يشوف فيه هذا الشيء يبدأ ينغرس فيه تدريجيا. طيب أستاذ سعيد، إيش رأيك كيف نغرس التطوع أو أهمية التطوع عند الأطفال؟ طيب أتوقع كلنا متفقين مبدئيا إنه التطوع أو العطاء بشكل عام هي غريزة إنسانية، هي فطرة الإنسان بشكل عام. ما أتوقع في مخلوق في الدنيا هذه قاعد يأخذ بدون ما يعطي أو يعطي بدون ما يأخذ، فهذا الشيء نتفق عليه إنه هذه فطرة إنسانية. أي طفل في الدنيا هذه يحتاج إلى شيئين أساسية: تربية وتعليم. التربية هذه عبارة عن مبادئ وقيم، ومنها ومن أهمها العطاء. أما بالنسبة للتعليم، هذه مهمة المدرسة ومهمة البيت أيضا، ولكن التربية الأساسية تكون منبعها من البيت. زي ما تفضلوا الأخوات، الوالد والوالدة هم المدرسة، هم المدرسة الأساسية، بالذات الأم. يعني دائما نقول نسمع أن الأم هي المدرسة، لذلك المسؤولية. عشان كذا نص المجتمع أو المرأة نصف المجتمع، وأهمية المرأة، والآن بنتكلم السنوات الماضية على أهمية المرأة في المجتمع. لذلك فعلا أهمية المرأة وأهمية الأم في المجتمع شيء جدا كبير. المدرسة هذه اللي هي في البيت، وأيضا بتراقب الطفل على تعليمه اللي بيصير في المدرسة، هذا الشيء اللي راح يعود الطفل أنه تغرس فيه قيمة العطاء. تبدأ بالأشياء الصغيرة، أنك أنت تقوم تسوي سريرك بالرغم أنه في من يخدمك، ولكن أنت تسوي بنفسك، فأنت خدمت نفسك. وأنا أعتقد أن التطوع أو العطاء بشكل عام يبدأ بتدريج العطاء الإنسان لنفسه أول حاجة، ثم لأهله وأسرته، ثم لزملائه وبيئته، ثم للمجتمع، ثم يوصل الإنسان إلى مرحلة أنه يعطي لناس ما يعرف أسمائهم ولا يهمه أسمائهم، أهم شيء أنه يعطي عشان يحقق الشعور اللي يبغاه ويبدأ إنمو معاه مع الوقت. وكذا تبدأ إيش تنمو الأجيال، جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل بهذه الطريقة. يعطيك العافية. طيب
كذا نختم المحور الأول من لقائنا اليوم وهو أبعاد العمل التطوعي، ونبدأ في المحور الثاني اللي هو أنواع العمل التطوعي. بشكل أساسي برأيكم ما هي أنواع الأعمال التطوعية وكيف يتم تصنيفها؟ أتوقع تكلمنا في البداية عنها بشكل قصير جدا، بس لو نقدر نبحر شوية في السؤال أو في إجابة السؤال نقدر نسترجع فيها ما هي أنواع الأعمال التطوعية وكيف يتم تصنيفها من خبرتكم أو في مجالكم. أستاذ سعيد حاب تبدأ؟ أبدأ بسم الله. طيب إحنا ذكرنا تونا أن التطوع قد يكون بالمال أو بالجهد أو بالعلم أو بالوقت، لذلك أتوقع أنه هي هذه الأربعة الوسائل التي تخلي الإنسان يقدر يتطوع. إحنا مثلاً حيث الإنسان أولاً معتمدين 6 قضايا أساسية وبنحاول نركز عليها، اللي هي القضية الأولى القضاء على الفقر، قضية الفقر بشكل عام، كيف نحاول نقضي على الفقر. لما نقول نقضي على الفقر ما لا يمكن أنه العالم حيخلو من الفقر، ولكن نقلل النسبة هذه قدر المستطاع. وأنا أعتقد عشان نقدر نسوي هذا الشيء حندخل في قضية ثانية اللي هي قضية التعليم، لأنه من خلال قضية التعليم لازم نمكن الفرد، نخلي عنده الكواليفيكيشنز والمؤهلات اللي هو فعلا يتخلص من الفقر. أغلب الناس تعتقد أن الفقر شيء مادي فقط، الفقر قد يكون شيء أكثر من كذا بكثير. كثير ناس عندهم فقر في أخلاقهم، في علمهم، في أسلوبهم، وأشياء جدا كثيرة. فالآن تكلمنا على قضيتين، قضية الفقر وقضية التعليم. عندنا أيضا قضية الأيتام، من أهم القضايا ومن أهم القضايا الإنسانية والإسلامية أيضا. فالرسول قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، فلذلك هذه قضية جدا كبيرة، وأتوقع من أكثر الناس من أكثر الفئات اللي يستاهلوا أنهم يحصلوا على الدعم فئة الأيتام. يعني إحنا اليوم كشباب وشابات بنولد وبنعيش في بيت مع أبهاتنا وأمهاتنا وبرضو مو مرتاحين وبرضو مو مبسوطين وبرضو زعلانين ونزعل منهم ونضجر منهم، فما باركم بالشخص اللي يولد يتولد وما عنده الأب هذا وما عنده الأم هذه. يعني هذه قضية جدا كبيرة، أتوقع من أهم القضايا للمجتمع المفترض يسلط الضوء عليها. أننا أيضا قضية الصحة، اليوم كثير أشياء بنشوفها بتتهالك بسبب الصحة، ما في صحة جيدة. صحة لما نقول صحة نتكلم على الصحة النفسية، الصحة الفكرية والصحة الروحية الجسدية، في أشياء كثيرة. فممكن أنك أنت تشوف إنسان مكتئب، مجرد أنك أنت تقعد تتكلم معه وتحفزه هذا التطوع، أنك أنت بتحاول تعالج صحته أو نفسيته بطريقة أخرى. وعندنا أيضا القضية من أهم القضايا الآن كمان ترندي في السعودية، قضية البيئة. البيئة اليوم جزء من الكيان هذا اللي احنا عايشين فيه. احنا نعتقد انه احنا كبشر احنا الاولى بهذه الكره الارضيه، في حيوانات، في طبيعه، في اشياء جدا كثيره لها الاولويه ايضا، وفي بعض المخلوقات هذه قبلنا حتى. لذلك احنا لازم نتاكد انه في دائره مشتركه اليوم وجودا، احنا ما المفترض ياثر على البيئه، المفترض يساعد البيئه. فلذلك شايفين الان مبادره الشرق الاوسط ومبادره الرياض الخضراء، هذه كلها ليش؟ لسبب انه الانسان لازم يعطي للبيئة هذه عشان يحصل التوازن في الحياة بشكل عام. فهي تقريبا هذه القضايا اللي أنا أعتقد أو تصنيف التطوع بشكل عام في الأغلب غالبا حتمحور حوالين أحد القضايا الأساسية اللي ذكرتها تو، اللي هي التعليم، العطاء، بالجهد أو المال، اللي هي كده باختصار الفقر والأيتام والصحة والبيئة والتعليم قضية التطوع. أنا طبعاً مصمم إنه التطوع هي قضية، بالرغم إنه ما ألاقي ذكر هذا الموضوع في 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 لقاءات كثيرة وفي discussions كثيرة، ما ألاقي الناس تركز على قضية التطوع. هي التطوع هذه بحد ذاتها قضية، من يوم ما أنت تدعم القضية هذه توفر وسائل تطوع جميلة، توفر برامج تطوعية فريدة من نوعها، فرص تطوعية جذابة، الكبير والصغير يجتهد ويشارك فيها. هذه قضية إذا أنت ساعدت فيها أنت ممكن تنمي جميع القضايا اللي ذكرناها الخمسة الأخرى. فهي قضية التطوع تقريبا هي السوبر كوز اللي أنا مؤمن فيها شخصيا، وهذا هو الشيء اللي بيوفره أو بيركز عليه جوي فيوث أو حيث الإنسان أولا، قضية التطوع كيف نخلق فرص تطوعية جميلة تساعد في معالجة جميع القضايا الأخرى. جميل جميل، يعطيك
العافية. أستاذة سميرة، إيش حابة تضيفي للسؤال أو لإجابة السؤال أو لما ذكره أستاذ سعيد، اللي هي ما هي أنواع الأعمال التطوعية وكيف برأيك يتم تصنيفها؟ أولا بحب أشكره على مبدأ إنه التطوع بحد ذاته هو قضية، لأنه فعلا نحن بس ننشر هاي الثقافة بصير كل المجالات الثانية بتنخدم بشكل أفضل. ممكن أنا اللي اختار لي أول ما سألتي السؤال أكثر من مجالات التطوع هو أنواع التطوع نفسه، اللي ممكن نصنفه كتطوع عام، اللي هو الشخص ممكن يتطوع بمهارات عامة مثل مثلا توزيع السلع الغذائية، مثل أنواع التطوع التقليدية اللي كنا متعودين عليها. الجزء الثاني هو التطوع المتخصص، اللي يمكن اليوم أغلب الحضور قاعدين عم يركزوا عليه، اللي هو الشخص يتطوع بمهارة هو متفرد فيها ومهارة متميز فيها، وهذا الشيء كتير بنحب نركز عليه بإحياء. لو المهندس اتطوع بوقته ترميم الأماكن اللي محتاجة، لو الطبيب اتطوع بمداواة المرضى، لو المحامي اتطوع بتخصصه عن سوءاً، كتير حيصير في خدمات متوفرة للمستفيدين اللي ما كانوا قادرين إنه يحصلوا عليها. وهذا النوع من التطوع قيم جداً لأنه كمان بيساعد بالاقتصاد. وممكن نقول النوع الثالث من التطوع هو التطوع المؤسسي، اللي بيكون تابع لجهة معينة، ممكن تكون حكومية أو خاصة، مثل اللي شفناه أيام كورونا من المتطوعين الطبيين، الكادر الطبي اللي تطوع بالكامل لحتى يقوم من هالأزمة، وكان يعني عامل جدا مهم. ما شاء الله، يعني كنت تلاقيهم ليل نهار عم يشتغلوا مشان صحة المجتمع. فهذا النوع من التطوع المؤسسي كمان بيلعب دور. أتوقع أن هذا يبني تكاتف في المجتمع، بحيث لو المجتمع مر في أزمة الكل يقوم ويستطيع أنه ينهض مرة ثانية بالتكاتف والعمل التطوعي. طيب أستاذة غدير، إيش حابة تضيفي لنا؟ والله ما شاء الله تبارك الله، بعد أستاذ سعيد أستاذة سميرة يعني ما أقدر أضيف الكثير، ما شاء الله كفو بوفو. لكن في يعني حاب نقطتين حابة أضيفها بخصوص المبتعثين. مثلا في حكايه كثير، مثلا اول ما يروحوا المبتعثين يسافروا على برا تلاقيهم مرات يكونوا تايهين، فين يبداوا؟ فيبغوا اللي احنا اللي يسموها بيج براذر، يبغوا انه احد يحتويهم يقول لهم ايش يسووا، ايش الاجراءات الاوليه اللي يسووها، سواء في تسجيل الجامعات وغيرها او حتى مثلا في التخصصات الطبيه. يعني بعضهم مثلا يعني خصوصا من التخصصات الطبيه بعض يحتاج الى مشوار طويل عشان تنتهي هذه المرحله. فبعضهم واعرف منهم اشخاص كانوا زي ما يقول كونسلتيشنز في هذه الامور لتسهيل، لانهم شافوا مروا بتجارب صعبه فهم حابين يسهل الموضوع للدفعات اللي جايه بعدها. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي احنا بنركز عليها في حكايه جدتي، الآن نحن في عصر يعني كل يعني ما أبغى أعمم، لكن كل مشغول في حياته. فالأب لما يكون عامل، الأم لما تكون عاملة، يعني أكيد هم بيحرصوا على الكواليتي تايم. فنحن بنعمل بعض البرامج اللي نخلي الطفل مع والديه أو أخوه إنه يجي يوم ويقرأ القصة للأطفال التانيين، فعشان الكواليتي تايم هذه تتعزز فيهم. طبعا يصير تدريبهم يختاروا قراءة القصة اللي يبغوها. فالجميل إنه كان تقريبا من فترة
كان في طفلين، الأخ الكبير كان يستطيع أن يقرأ القصة وقام بقراءة القصة مع والدته، لكن الطفل الصغير ما كان يعرف يقرأ القصة، فإحنا بعض الأحيان ندخل بعض الأغاني قبل أساس أن نعملها كآيس بريكينج قبل قراءة القصة، فخلينا هو يغني معانا الأغاني وكذا. فهذا اللي إحنا بنحاول نعززه، الكواليتي تايم في الفاميلي كواليتي تايم أكشلي. منظور completely different، آخر. طيب، برأيك من خبرتك، إيش أنواع التطوع الأكثر انتشاراً في المنطقة؟ طيب، لأنه أنا في بيئة زي ما قلنا يعني المهارات الشخصية هي المحيط اللي أنا فيه، فأنا أشوفها هذه زي ما يقولوا زي ما قلنا الترند الجديد، إنه واحد زي كما ثاني عنده مهارة فحابب ينقلها للشخص الثاني، لكن ما أدري صح عن أستاذ سعيدة أستاذ سميرة إيش رأيهم بهذا الموضوع. هو النوع الثاني اللي أستاذة سميرة ذكرته، اللي هو لما تكون مميز أو تبدأ في مجال واحد حابب تنقله للشخص الثاني. بالضبط. أستاذة سميرة، إيش رأيك؟ إيش الأنواع اللي تشوفينها في المنطقة أكثر انتشاراً بالنسبة لأعمال التطوعية؟ مبدئياً ممكن نقول التطوع الديني، لأنه أغلب أعمال التطوع اللي إحنا متعودين عليه واللي منتشرة بشكل أكبر هي مرتبطة بشكل أو بآخر بالمواسم الدينية أو بفرائض فرضت علينا. بالعكس، نحن حابين نشوف تطوع متخصص أكبر، وهذا كمان بيخدم الجانب الديني، بس إن شاء الله يعني هي الثقافة عم تنبنى شوي شوي بالتدريج. طيب أستاذ سعيد، إيش حاب تضيف لنا من هذه الناحية؟ إيش الأكثر انتشاراً في المنطقة بخصوص أنواع التطوع؟ توقع الشخصي إنه أكثرهم انتشاراً هو التعليمي أو التثقيفي، زي ما ذكرت الأستاذة سميرة، حتى الديني، سواء كنا نتكلم عن أمور تثقيفية في الدين أو تعليمية في الدين كحفظ القرآن مثال. وزي ما الأستاذ غدير أيضا مبادرتها بتعلم الأطفال على القراءة وإلى آخره، فهو موضوع التثقيف والتعليمي والله أعلم هو من أهم المجالات، هي التي تساعد على بناء المجتمع. طبعا في مجالات مختلفة زي البيئي، ما شاء الله شايفين انتشار كثير في موضوع تنظيف الشواطئ والتسجير وغيرها، ومعالجة التلوث البصري أيضا، هذه كلها أعمال بيئية، وأيضا في أعمال صحية، التبرع بالدم وغيرها من الأشياء جدا كثيرة. وهنا يجي التنسيق يصير بين أفراد المجتمع ومن جهات المجتمع، كل جهة أو كل مجموعة أو كل فرد هو شاطر في إيش، هو ممتاز والأفضل في إيش. إذا أنت عندك المال حتكون أنت داعم لمبادرات جدا كبيرة مثلا، إذا أنت عندك الوقت تقدر تساهم وتعطي من وقتك، إذا أنت عندك الجهد وفي عز شبابك تقدر تروح وتجي وتسوي أشياء جدا كثيرة. وطبعا أنا أعتقد شخصيا أفضلهم اللي هو صاحب العلم، لأنه بالعلم ممكن تختصر مسافات جدا طويلة. طيب، من هذا المنطلق خلينا نقول إيش الأشياء اللي نقدر نسويها أو الأعمال أو حتى نوسع مفهوم التطوع في المجتمع من هذا المنطلق، بما أنه ذكرنا أنواع التطوع الأكثر انتشاراً، كيف نقدر نوسع مفهوم التطوع في مجتمعنا؟ لو بتحبون ممكن أبدأ. أوكي. هلأ من الطرق اللي ممكن تساعد بانتشار مفهوم التطوع هو المؤسسات، منها ممكن الشركات والمؤسسات الحكومية، حتى المدارس والجامعات، لما تفرض عدد ساعات تطوعية على الفرد. مثلا كطلاب جامعة كان مطلوب مننا للتخرج عدد ساعات تطوعية معينة، وهذا يمكن غرس الشغف هذا عند عدد كثير من الطلاب
اللي ما كانوا حيفكروا من نفسهم إنه they experience هذا الشيء. فهي المؤسسات كتير إلها دور كبير، وهلأ منشوف في كتير شركات كمان من اللي عم نشتغل معهم بدأوا حتى لو مو بالفرض يدخلوا موضوع التطوع لموظفينهم. فممكن هذا بالتدريج يشجع هدول الموظفين على التطوع، وبهذه الطريقة بتنتشر الثقافة بشكل أكبر. أستاذة غدير، حابة تشاركينا من وجهة نظرك كيف ممكن نوسع مفهوم التطوع في مجتمعنا؟ هو الموضوع في طرفين، في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وفي عندنا المتطوعين. فهي it's a win-win situation في حكاية إذا كان كلا الطرفين عرف الحقوق والواجبات اللي عليها. يمكن في للأسف بعض الشركات أو المؤسسات تستغل حكاية المتطوعين إنهم مثلا بحاجة لعدد ساعات معينة، فيعني يدوا لهم أكثر من السكوب تبعهم أو أكثر من الأشياء المتطلبة. لكن في الأخير المتطوع طبعاً رح يحس بهذا الشيء، ورح يمكن يكون عنده ردة فعل بالنسبة للتطوع. ومن جهة أخرى المتطوع لازم يكون يعني قد المسؤولية اللي أعطيت له، والفرصة هذه يعني يحاول ياخذ منها أكبر قدر من الفائدة، خصوصا انه اكيد راح تتكتب في السي في تبعه، زي مثلا زي كذا في الجامعات راح يسال عنها. والان برضو سات الجامعات مو بس عدد الساعات، لكن الكواليتي تايم، الكواليتي حقت التطوع. فهذا الشيء برضو ايضا مهم. دحين هيئة الموارد البشرية يعني بتعزز حقوق المتطوعين، وفي سيستم معين، فهذا شيء جدا جميل ورائع لحفظ الحقوق لكل الطرفين. not about quantity, it's about quality. فإيش قاعدين نسوي وقيمة اللي قاعدين نسوي هو اللي يترك أثر أكبر وليس بالكمية. طيب، مع التغيرات المجتمعية المصاحبة لفيروس كورونا اللي كنا عانينا منه في الفترة خلال السنتين الماضيتين، هل لمستم زيادة في النشاطات التطوعية عن بعد، بحيث إن كانت أسهل ممكن الإنسان يسويها من البيت، أو إيش كانت كيف تقييمكم لهذه الفترة من ناحية النشاطات التطوعية؟ زادت، قلت، تغيرت؟ أستاذة غدير. أنا أشوف إحنا كان سبحان الله فرصة جميلة لخلق أنواع من التطوع ما كان في بالنا. يعني مثلاً عن تجربتي الشخصية، يعني تطوعنا في برنامج كان اسمه الجيم ريدرز. البرنامج كان طبعاً لأنه كان في اللي هو يعني كل شيء صار من المنزل، وكان الوضع صار يعني زي ما تقوله غير طبيعي. فالأولاد والأطفال كانوا دائماً على البلاي ستيشن، فعشان يعني شوي نشغلهم من هذا الموضوع سوينا مبادرة إنه كل قراءة ساعة يصير ياخذ نقاط بسواء آيتونز أو غيرها من الألعاب. طيب، الشيء الجميل مش هذه اللحظة، في ما قبلها. يعني كثير من المؤسسات ساعدتنا في توفير الآيتونز كارد أو غيرها، في أيضا توفير المتطوعين. وأنا كنت واحدة من الأشخاص إلا دربت بعض المتطوعين
لي بحيث انهم هم يعرفوا كيف يقرأوا للطلاب هذولا. طبعا كانت هي عدة مستويات. طبعا واحدة من الأشياء اللي كمان يعني كان جميل ان بعض المنصات تطوعت بالمنصة تبعها انهم يقدروا الأطفال يدخلوا على المنصة هذه for free ويقرأوا القصص، نقرأ قصص معاهم. طبعا كانت تختلف الآلية من مثلا الفئة اللي تحت الـ 12 والفئة اللي فوق الـ 12. فكنت أنا واحدة من المدربين اللي ندرب رواة القصص، وكان معايا مجموعة جدا جدا لطيفة. في أستاذة كانت يعني تتطوع إنها تعلم اللغة العربية للغير متحدثين باللغة العربية. فأيضا أدت بعض عدد الساعات التدريبية لرواة القصص، لأنه نحن الآن يعني لا نخفي على أنفسنا إنه في بعض من أطفالنا يميلوا إلى لغات ثانية غير اللغة العربية، فنحن نحتاج أيضا إنه نجذبهم للغة العربية. فكان هذه من أجمل المبادرات اللي صارت، ويعني قياس الأثر كان جدا جميل، ويعني زي ما سبحان الله يقول برد على القلب. إنه كيف عدد كيف الأطفال لما كانوا مثلا أول ما بدأنا إنهم كانوا يقرأوا مثلا عدد كلمات في الدقيقة في بداية المبادرة، وبعدين في الأخير صاروا يقرأوا عدد كلمات أكثر في الدقيقة، وكيف إنه إحنا نشاركها مع الأهل ونشاركها مع الطفل نفسه. هو الطفل يستغرب إنه كيف ما يلاحظ على نفسه إنه أنا سأسرع في القراءة، وكيف نكون فخور فيها، وفي نفس الوقت بياخد كان مقابل يعني زي ما تقول again هي win-win situation يعني كانت. عافية. هذا سميرة، إيش الأشياء اللي شفتيها في التغيرات؟ يعني أستاذة غدير عطتنا examples ما كانت أو أمثلة ما كانت تتوقع أنها تصير، أنواع ما كانت تتوقع أنها تصير، سواء كانت مبادرة من المؤسسة أو من الأفراد أو اللي راغبين في التطوع أو الأطفال أو. فإيش برايك أو إيش شفتي أو what did you notice التغيرات اللي صارت في النشاطات التطوعية بحكم فيروس كوفيد اللي هو فيروس كورونا أثناء التطوع عن بعد؟ هل كان في تغير؟ إيش رأيك أو إيش الأشياء التي واجهتيها؟ إضافة للأمثلة الجميلة اللي أعطتنا إياها الأستاذة غدير، يمكن الشيء اللي كان مختلف شوي، مثل ما بالبزنس صار في تطورات على صعيد كيف العمل بيتم، لقينا انه في innovation اكثر او ابتكار بطريقة العمل التطوعي خلال فترة كورونا. فصاروا كثير من الجهات والشركات يطلعوا تحديات تطوعية الواحد ممكن يعملها من البيت. صار الواحد كمان من المتطوعين يشوف اللي مباشرة محيطه مين اللي محتاج شيء عشان يقدر يساعد فيه ويتطوع. ويمكن من أبرز الأنواع التطوع اللي ما كانت كثير منتشرة من قبل وكان بسبب فيروس كورونا، أولاً طبعاً التطوع الصحي انتشر بشكل كبير لأنه هذيك الفترة كانت متطلب منه، بالإضافة للتركيز على كبار السن، لأنه خلال فترة كورونا يمكن شيء أغلبنا ما كثير واجهناه أنه صارت حياتنا معتمدة كثير على التكنولوجي وعلى التواصل، والفئة اللي أكبر بالعمر ما كان عندهم هذا الأكسس بشكل أكبر. فلقينا كثير مبادرات تطوعية ركزت على هذا الجانب، بالإضافة للجانب التقني. مثلاً طلاب المدرسة كانوا بيحتاجوا كمبيوترز وأجهزة مشان يقدروا يحضروا دروسهم، أو حتى مشان يقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي يطلبوا أغراضهم من برا مثل ما أغلبنا مضينا هاي الفترة. فكان هاي الجوانب يمكن تخصصات جديدة تطوعية انتشرت خلال هذيك الفترة. شكرا. نختم المحور الثالث
الثاني اللي تكلمنا فيه عن أنواع العمل التطوعي، ونتطرق للمحور الثالث اللي في أساسيات بدء مشروع العمل التطوعي. برأيك أستاذة سميرة، ما هي أساسيات بدء مشروع؟ لو أحد عنده فكرة مشروع أو حاب يبدأ مشروع تطوعي، إيش الأساسيات اللي لازم تكون عند الفرد أو يكون يعرف فيها عشان يبدأ مشروع التطوعي؟ وإيش نصائحك للناس المقبلين أو المقدمين على العمل التطوعي أو على تأسيس مشروع عمل تطوعي؟ طيب، هلا ممكن استنادا لخبرتنا البسيطة بتأسيس إحياء، يمكن أهم جانب هو حاجة المجتمع لهذا العمل اللي بدك تقدميه. فونس إنه الواحد يتأكد إنه فعلا في حاجة لهذا العمل، وأصلا أغلب المبادرات التطوعية بتطلع من حاجة، فهي نقطة البداية. تاني شغلة إنه يكون في شغف وإيمان بهاي القضية. يعني من الضيوف الموجودين معنا اليوم كل حدا مركز على قضية معينة بتمسه بشكل شخصي، وهذا اللي بيعطيه الدافع إنه يخدمها بشكل أفضل. فالشغف دائما مطلوب وإذا كان بزنس ولا عمل تطوعي ولا مؤسسة اجتماعية، الشغف دائما أساس. بالإضافة طبعا للمهارات، المهارات ممكن تكون شخصية وممكن تكون من خلال فريق العمل اللي هو جزء كبير من نجاح أي مجموعة أو أي فريق تطوعي، وكمان الشراكات المجتمعية، لأنه بالآخر إيد واحدة لحالها ما ممكن تسقف، لازم يكون في مثل ما بنقول كوميونيتي كامل ونتورك يساعد على نجاح هذه المبادرة. وطبعا ختاما موضوع الاستدامة، ويمكن هذا شيء أغلب المبادرات التطوعية بتواجهها، الاستدامة من ناحية الواحد يقدر يعطي نفس المجهود بنفس ونفس الوقت لهذا العمل اللي عم يعمله، ويكون في عائد مادي ولو بسيط إنه يقدر يكمل يعمل هذا الشيء، مشان نكون واقعيين كمان. فالرائد الاجتماعي مطلوب منه أنه يكون واقعي بحق نفسه كمان عشان يقدر يتفرغ ويخدم أكثر القضية اللي هو عم يشتغل فيها. أستاذ سعيد، إيش رأيك السؤال الأول من المحور الثالث اللي هو إيش أساسيات بدء المشروع برأيك؟ وإيش النصائح للأشخاص المقدمين على تأسيس مشروع التطوع؟ سمعنا من أستاذة سميرة couple of things اللي هو الاستدامة، إنه في networking، إنه يكون في passion. فبرأيك إيش تقدر تضيف لنا من واقع خبرتك وتجربتك؟ طيب، جميل جدا. طيب، بالنسبة للبدء في العمل التطوعي من أساسياته إنه يكون عندك قصة أنت تقدر ترويها للناس عشان الناس تقدر تؤمن في القصة هذه. الشيء الثاني أنه يكون عندك قضية أساسية أنت مركز عليها، زي مثلا قضية القراءة أو الثقافة، قضية الاستدامة والتعليم وإلى آخره. لازم كل مجموعة تكون عندها قضية بحد ذاتها تقدر تشتغل عليها ليل نهار على مدار سنوات، عشان تقدر يكون فعلا وصلت لأثر حقيقي من خلال تحسين وضع هذه القضية. أيضا لازم يكون في رؤية واضحة. أنت لما تبدأ العمل التطوعي هذا، أنت إيش الشيء اللي حابب أنك أنت توصله؟ هل أنت عملك التطوع حينتهي بحدث معين، ولا هو حيكون مستدام للأبد وماشي حتى بعد ما يكون سعيد مو موجود في هذا العمل؟ برضو المفترض العمل يكون هذا مستدام. فكيف أنت تقدر يكون عندك رؤية تساعد نفسك وفريق عملك أيضا بعد ما تحط مجهود جدا كبير إنه هذا العمل يكون مستدام ومستمر؟ أيضا رقم 4، فريق عمل مؤمن بالرؤية هذه. لازم يكون معك فريق عمل، لأنه يد الله مع الجماعة. أنت لوحدك ما راح تقدر تقوم بجميع المهام، وأنت غير متفرغ لهذه الأمور كلها. لذلك أنت بجهد بسيط منك وبجهد بسيط من فلان وجهد بسيط من فلانة، بتكاتف الجميع وبوجود فريق العمل المميز هذا، تقدر you can survive and you can يعني توصل لأعلى مرحلة ممكنة. أيضا من الأشياء اللي أنا أشوفها مهمة أن يكون عندك هوية جميلة جدا وهوية قوية تساعدك على الانتشار، تساعدك على تعزيز
رؤيتك وتعزيز قضيتك وأيضا تعزيز قصتك. لما يكون عندك هوية قوية تساعدك على الانتشار وتخلي الناس تحس بالانتماء لهذه الهوية أو لهذا الكيان. طبعا نصيحتي للجميع أنه ما في أحد يبدأ هذا المجال إلا ما يكون فعلا عنده الشغف وعنده الإمكانيات أنه يدير وقته ويدير أولوياته بطريقة صحيحة. لأنه ظلم أتوقع بشكل أو آخر أنك أنت تبدأ عمل وتبدأ في تحسين قضية معينة في نص الطريق تيجي تنسحب. أنا بالنسبة لي أنك أنت ما تقدم حاجة أفضل من أنك أنت تقدم حاجة مو بالأكمل بأكمل شكل ممكن. فللأسف الشديد كثير من الشباب والشابات يعتقدوا أنه التطوع معناته وقت فراغ، وقت ما أكون عندي وقت فراغ أبغى أشارك في حاجة يلا بسم الله. لا، التطوع هو التزام، التزام اتجاه المجتمع، التزام إنساني اتجاه المجتمع. فأنت لازم تكون عندك كل العوامل اللي ذكرتها عشان تقدر تبدأ عمل تطوعي مستدام يحقق أثر حقيقي ويصنع الفرص التطوعية الحقيقية اللي من خلالها تقدر توسع شبكة التطوع في العالم. يعطيك العافية. أتوقع أستاذ سمير وأستاذ سعيد لخصوها بطرق مختلفة، ولكن أستاذ غدير أكيد عندك شيء تضيفي لنا إذا حابة. طيب، وش يديهم العافية يا أستاذ سعيد، أستاذ سمير، بنتعلم منكم، يعطيكم العافية. لكن في ممكن أنا ألخصها بثلاث نقاط. إذا الشخص حابب إنه يبدأ بفكرة تطوعية، إنه أول شيء يدرس نفسه، إيش النشاط اللي حابب أصلاً يقدمها، أو إيش القصة اللي زي ما ذكر أستاذ سعيد، القصة اللي حابب يقدمها للناس، وأيضاً يحدد الفئة المستهدفة. فلازم هذا الشيء، العنصر هذا يكون واضح عنده من البداية. الشيء الثاني اللي هي التولز اللي عنده، المهارة، هذه واحدة من التولز، الوقت، هل وقته يسمح أنه يقدم هذه المبادرة. يعني بعضهم يكون مثلا overwhelmed، الحماس يأخذهم، أنا أبغى أتطوع في كذا وعندي فكرة وخلاص أنا يعني حسويها، ولا وأنا أكيد حلاقي شخص يسوي لي كذا أو شخص يسوي لي كذا، والحماس يعني زي ما يقولوا الحماس والشغل، الحماس والشغف مرات يقتلوا ترى، يعني إذا ما كان بوعي فممكن بالعكس يعني في نص الطريق زي ما ذكر أستاذ سعيد تختفي هذه المبادرة. بعدين برضو نتوركينج زي ما ذكرت الأستاذة سميرة، نتوركينج جدا مهم، بحيث أنه أعرف كيف أتواصل مع المجتمع اللي حوالي، عشان يكون يد واحدة، وحتى لو إنه أنا مثلاً ما أعرف جهة معينة أتواصل معها، ممكن يكون في شخص وسيط، والبعض ممكن يخجل إنه يكون يعني يأخذ المبادرة ويكلم الشخص الوسيط هذا عشان يساعده في النتوركينج. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث إنه يعمل مسح ميداني، يعني يشوف هل المبادرة اللي أنا أبغى أسويها هل هي موجودة أصلاً في المحيط اللي أنا فيه؟ فإذا هي موجودة، هل ممكن أشارك معاهم بأفكاري ونطلع يعني we move one step more، أو إنه لا، أنا الشخص الوحيد في هذه المنطقة، فلازم يكون أساسي قوي، يكون عندي القدرة إني أكمل. ومثل ما قال الأستاذ سعيد، إذا المؤسس المبادرة هذه مشي، ممكن الفريق بعده يكمل. فأنا عندي هذه من هذه الثلاث الأشياء المهمة لأي متطوع يكون عنده المبادرة في تكوين تطوع، فكرة تطوعية يعني. هل ممكن نستخلص منها الأكبر تحديات لبناء مشروع أو بدء مشروع تطوعي؟ إيش برأيك؟ السؤالية؟ إيه.
طيب من المحاور اللي ذكرتيها ايش نقدر نستشف او ايش نقدر نستخلص اكبر التحديات لبدء مشروع؟ طيب انا صراحه ابغى احكي عن نفسي عن التحديات اللي صارت لي. طيب وبعدين اكيد الاستاذه سميره والاستاذ سعيد برضو ايضا ممكن يضيفوا يضيفوا لاكثر من هذا الشيء. طيب زي ما قلت لكم انا اصلا مختبرات طبيه واشتغلت على شهادتي يعني توظفت بعدها 3 سنين في المختبرات الين لما عرفت انه لا انا ابغى اكون راوية قصص. طيب الحمد لله المشكله ما كانت في البدايه لانه الناس اللي حواليا كانوا مؤيدين وفي كان عندي سبورت. الماتيريالز اللي كنت احتاجها كانت الحمد لله قبل ما ابدا استشرت الناس وعرفت يعني من فين اقدر اخذ المواد هذه وايضا المكان الحمد لله سبحان الله يعني توفرت بشكل سريع جدا الحمد لله. وتقريبا بدات 2 في نادي حكاية جدتي فما كانت زي ما قلت المشكلة هنا. المشكلة بعد ما النادي بدأ يكون له اسمه في المنطقة اللي أنا فيها وما بدأ الأطفال يكون يصير عندي زي ما قلت loyal customers جات فترة خرجنا لزوجي عمل خارج المملكة فأنا كنت يعني أنا لازم أروح معه لأنه كعائلة وبعدين أنا تو المنطقة هذه يعني تو من الناس عرفوا نادي حكاية جدتي وناس بدأوا زي ما تقولوا يصير عندي loyal customers زي ما ذكرت فتو بدأت الناس يعرفوني أقوم أنا إيش أطلع من أو أغيب عنها فترة فهذه اللي أنا كنت هذه أول struggle جاتني لكن بعد استشارة ذكرت لي اللي كنت بستشيرها قالت لي غدير إذا أنت الآن طلعتي ليفل أفضل مما كنت عليه فهذه فرصة إنه أنت تشوفي تقيمي نفسك وتشوفي الشيء اللي أنت عملتيه مع المسح ميداني يعني نشوف الناس إيش بتعمل وهذه فرصة إنك تطور نفسك بحيث إنك لما ترجعي للسعودية تسيري شكل أقوى وتجيبي أشياء جديدة. فعلاً هذا اللي صار. الجميل إني كنت أتطوع في مدرسة أبنائي وشيء جميل لما الواحد يقول لك الواحد يختلط بالثقافات والمجتمعات المختلفة. واحدة من الكتب How Full Is Your Bucket اقترحته واحدة من الأمهات المتطوعات من الولايات المتحدة فقالت لي غدير هذا الكتاب لازم يكون عندك. الكتاب لما اقتنيته يعني لما رجعت السعودية لو أقول لك قد إيش استخدمت هذا الكتاب لأنه في معايير إنسانية رائعة استخدمتها في المدارس وغيرها يعني هذه بوحدها كانت تجربة رائعة يعني طبعا وغيرها. بعد كذا بعد فترة طبعا لما رجعت السعودية رجعت للمكان اللي كنت أتطوع فيه لكن للأسف المكان هذا صار عنده ضائقة مادية فاضطر إنه يقفل. طبعا أنا متعودة على المكان انه خلاص انا مبسوط ام ان ذا كومفورتبل زون دحين طب انا فين اروح ابادر فين ايش اسوي الين بدات اروح ادور على اماكن ثانيه وسبحان الله كانه هذا المكان انصك او يعني سبحان الله يعني مصائب قوم من قوم فوائده انه اتوسعت بالعكس صرت لاني ابحث عن اماكن جديده وأتواصل ونتوركينج مع ناس ثانيين فصار عندي مش مركزة على مكان واحد فصار عندي توسع في المبادرات حقتي. طيب الشيء آخر يعني آخر عقبة
مريت فيها وممكن تكون ألم، يعني أكثر شيء مؤلم مريت فيه، إنه من كم سنة فقدت زوجي رحمة الله عليه. فأفتكر أيام الصديقات لما كانوا يجوني كان يقولي غدير لا تنسي رسالتك، يعني وقتها قلت أي رسالة اللي تتكلم عنها، يعني خلاص لا، أنا حياتي تغيرت 180 درجة. لكن سبحان الله شاءت الأقدار الحمد لله، الآن أبنائي كمان يطوعوا معاي في رواية القصص الثلاثة الحمد لله. بس هذه اللي صارت، هذه الستراجلز اللي صارت عندي، يعني very deep ولمستني شخصيا. انا متاكده انه لمست الكثير، وذكرتيني في جمله بسيطه اللي هو او معنى بحاول اشرحها، اللي هي الكومفورت. لما قلتي كومفورت زون، الكومفورت زون هو عدو للجروث او ضد للجروث. لما الانسان يتعود انه يكون في الكومفورت زون حقه وما يبغى يطلع منها، ما راح يقدر يكبر ويتطور ويتحسن ويسعى للافضل، لانه مرتاح مكانه. فدائما محلك سر حيصير. أيوة، لما يكون في تحدي، لما يكون في صراع، لما يكون في أزمة ونقدر نتخطاها، هنا تفتح سبحان الله أبواب ونتوسع ونكبر ونتعلم. شكرا لك أستاذة غدير. أستاذة سميرة، ممكن تحكينا عن قصتك أو أحد المصاعب اللي أو التحديات اللي واجهتيها في مشروعك أو في مؤسستك التي قمت فيها. أولاً حابة أشكر أستاذة غدير على مشاركتها قصتها، أكيد مثل ما ألهمتنا ألهمت كثير من الجمهور. بالنسبة للتحديات اللي واجهناها بإحياء، ممكن أحكي لك من وقت ما بدأنا. كان أولى التحديات موضوع الخبرة بالعمل الاجتماعي. نحن بدأنا كفريق كبير من المهندسين، كنا 10 مهندسين وكلنا بتخصص واحد، بس اللي فادنا كتير إنه لأنه الفريق كبير حاولنا نعتمد على نقاط قوة كل شخص فيه. فهون بيجي أهمية فريق العمل وكيف الواحد يكون فريق عمل قوي. والشغلة الثانية طبعاً بموضوع اكتساب الخبرات، إنه دائماً الواحد يبدأ من حيث انتهى الآخرون، يعني don't reinvent the wheel. ما في داعي نبدأ ونحن نخترع من البداية كيفنا نشتغل. ضروري الواحد يستشير اللي قبله، يعمل شراكات مع ناس بمجالات بتفيده وبتساعده، ويستفيد من الخبرات. فهي يمكن كانت من أولى التحديات. بعد هيك لما بدأنا نخوض أكثر بإحياء، كان عنا دائماً تشالنج بموضوع التمويل، مثل بتوقع مع كثير من المبادرات التطوعية. فموضوع التمويل كان بيتطلب ابتكار دائم، يعني الواحد ما يعتمد على طريقة واحدة يشوف فيها تمويل المشاريع التطوعية اللي عم يعملها، لازم دائماً يحدث من طرقه ويحاول يلاقي أفضل الحلول. وهذا علمنا أنه كيف نقدر نشتغل ببجت جداً يعني limited، ونعمل المشاريع بأفضل شكل ممكن الحمد لله. وبالإضافة أنه جانب كتير مهم من جزء التمويل هو الشراكات. في كتير شركات وأفراد ومؤسسات بالمجتمع عم تدور على مبادرات تطوعية نوعية، فالواحد لازم يعرف يقوي هذا الجانب ويعمل الشراكات الصح عشان يقدر يوصل. ممكن كمان من التحديات اللي هي الموست ريسنت، نحن أحياء بدأناه ب 2015، وكان فريق تطوعي مهتم بترميم المدارس الخيرية بسبب إيماننا بقضية التعليم. من 2015 ل 2020 مع بداية أزمة كوفيد، لاحظنا أنه الموضوع ما ممكن يستمر على 10 أشخاص اللي بدأوا، كان لازم يتوسع ويكون مستدام أكثر.
وبحكم إنه التطوع هو كان فينا نقول بارت تايم، هو صح الكل ملتزم فيه، بس بالآخر هو ما نو تفرغنا التام. لاحظنا إنه لازم خلص يصير شيء مؤسسي وستيبل أكثر عشان يقدر يتطور. والحمد لله هذا السبب اللي دفعنا إنه نسجل إحياء كمؤسسة اجتماعية السنة الماضية، وصرنا أنا وزميلتي فول تايم بس عشان ندير المؤسسة. فهلأ في قصص نجاح مختلفة، وكل جهة بيناسبها بطريقة معينة، بس يعني من وجهة نظرنا كان ضروري إنه يصير عمل مؤسسي عشان نقدر نتفرغ له ونقدر نخدم فيه أكثر. ففي يعني كثير من الحلول، في ناس حولوا أعمالهم لجمعيات خيرية، في ناس أوقفوا الأعمال اللي عم يعملوها مشان تستمر حتى بعد وفاتهم، يعني لسنين طويلة إن شاء الله. بالنسبة لنا نحن سجلناها كمؤسسة عشان نقدر نشتغل مع الشركات بشكل أفضل، ويعني إن شاء الله هذا يكون الحل لمشكلة الاستدامة. إنه اللي ذكرتيه قبل كذا، الأساس من أساس لازم يكون موجود عند أي شخص يقوم بعمل تطوع عشان يواجه كل هذه المصاعب، سواء مادية أو يمر بظروف أو أزمة، هي الباشن. لو الإنسان فقد الباشن حقه ما راح يقدر يكمل، بالذات في عمل تطوعي، لأنه مبني زي ما ذكر أستاذ سعيد لنا من قبل على العطاء. أستاذ سعيد، ممكن تسرد لنا إيش التحديات اللي واجهتها بخصوص مشروعك؟ طيب جميل، يعطيكم العافية. مشروع تقريبا الأخوات تتكلموا على أهم الأوبستكلز اللي بيواجهها أي عمل تطوعي. أنا حتكلم بشكل عام إيش أي مجموعة تطوعية ممكن تواجه من تحديات، وبعدين حاجي بشكل مختصر وسريع حتكلم على تجربتي الشخصية. طبعا من أهم العوامل الأساسية إنه ممكن يكون عدم وجود فريق عمل عنده الشغف والشغف العطاء والمسؤولية والالتزام والمهارات المطلوبة. طبعا ومن أهم الأعضاء الفريق هذا اللي هو القائد. القائد هو اللي يقدر he can inspires everyone all the team، يعني كلهم ممكن يؤمنوا بالفكرة بسبب القائد هذا، وكلهم ممكن يستمروا بالفكرة هذه ويحطوا كل ما عندهم من علم ومعلومات ووقت وجهد ومال إذا كانوا مؤمنين بالقائد هذا. أيضا عدم وجود تنظيم إداري ومهام واضحة للأفراد، فيصير في كومبليكيشنز بين أعضاء الفريق، وهذا من أكثر الأشياء اللي تضعف نمو العمل التطوعي، إنه يصير خلاف داخلي ما بين أعضاء الفريق، هذا يبغى يسوي كذا وهذا بيسوي كذا. لذلك واجب أساسي على قائد أي مجموعة تطوعية إنه يحدد مهام واضحة بشكل جدا منظم لجميع أعضاء الفريق. أيضا عدم أو التمويل الكافي، وهذه طبعا أسبابه جدا كثيرة، لأن اليوم الشركات لما تيجي تدعم في الأغلب القطاعات الحكومية ما بتدعم في دعم مادي في هذه المبادرات، ولكن بتوفر الدعم اللوجستي، دعم التصاريح والموافقات و إلى آخره. الشركات بشكل عام لما تيجي تدعم المجموعات التطوعية، شركات تكون بنت اسمها على مدار عشرات السنوات، مهم جدا بالنسبة لها إنه أنا اليوم لما أروح أشتغل مع مجموعة تطوعية حيحملوا شعاري سواء على السيديري سواء على اليونيفورم او السوشيال ميديا او اي مكان. انا كشركه اليوم اجي ابغى امول هذه المجموعه التطوعيه، لازم اتاكد انه انا في مكان ثقه مع افراد ومع الشباب وشابات ومتطوعين قد الثقه هذه. ايضا من الاشياء اللي بتواجه اغلب المجموعات التطوعيه ومن التحديات اللي هي عدم وجود التصاريح واليه الحصول عليها بشكل واضح. هذه طبعا مشكله جدا كبيره، انا اعتقد شغال عليها وزاره الموارد البشريه والتنميه المجتمعيه، ولكن الى هذا اليوم ما في طريق واضح يساعد المجموعة التطوعية إن هو يحس إنه أنا عندي مؤسسة بشكل مبسط بشكل لطيف، بدون التزامات كثيرة بدون شروط كثيرة تمكنه من هو إن هو يكون عضو فعال في المجتمع هذا. لأنه أنا أعتقد أغلب الناس لما تدخل في عالم التطوع وتجي تبغى تثبت نفسها في هذا المجال تلاقي الشروط والأحكام والتفاصيل المعقد هذه فينسحب مباشرة، لأنه ما عنده الوقت ولا الفراغ إن هو يلزم نفسه بمسؤوليات بأشياء زي كذا.
أنا شخصياً كسعيد مؤمن إنه زي ما الخير منتشر لازم الشر زي ما الشر منتشر لازم الخير ينتشر. من أكثر التحديات اللي واجهناها إحنا في 2013 وأنت طالعة كانت عندنا مشكلتين أساسية، مشكلة التصوير وأيضا مشكلة التصوير ومشكلة الاختلاط. فأنا هذا كان دائما مبدأ إنه إحنا الشباب والشابات بنجتمع في الخير، ما في شيء غلط، وإحنا لازم نثبت للناس اللي أعتقد إنه هذا الشيء غلط إنه هذا الشيء مو غلط. لذلك حتى لما نجي نتكلم على الإعلام والتصوير، إنكم أنتوا كيف بتتطوعوا وبتسووا حاجة لله وبتصوروا وتوروا الناس في السوشيال ميديا؟ عفوا لمؤاخذة، إيش فيها؟ Why not؟ يعني اليوم أنت بتفتح تلفزيونك وما في أسرة في السعودية ما عندها تلفزيون، وما في تلفزيون في أي بيت أسرة سعودية إلا فيها قنوات فيها بلاوي سوداء. لذلك أنت الآن تيجي تحاسبني على منظر إنساني ولقطات إنسانية ممكن تحفز أي شاب إن هو يتحمس ويروح يدور على كيف إن هو يقدر يتطوع ويكون عضو فعال في هذا المجتمع، وتبي تحرم هذا الشيء؟ لا طبعا، أكيد هذا الشيء غير مسموح. لذلك إحنا واجهنا جدا تحديات إنه الناس بتقول لا تصوروا، هذا نفاق، وانتوا لا تسووا اختلاط، هذا ما يجوز وهذا غير شرعي. لذلك احنا اثبتنا نفسنا خلال السنوات الماضيه في جميع انحاء المملكه، اخذنا في الاعتبار جميع الثقافات، انه لا ما في حاجه، التصوير هذا يساعد على انتشار الخير، يساعد على دعم الحصول على دعم الشركات، يساعد على تحميس وتشجيع الشباب والشابات انهم يشاركوا في هذه الاعمال. لذلك انا جدا اشجع اي متطوع او اي قائد فريق تطوعي إنه يركز على الشغلتين هذه، إنه يعمل البالانس بين الذكور والإناث، لأنه في مهارات موجودة عند الأنثى لا يمكن إنه الشاب يحصل عليها، والعكس صحيح. وأيضا يركز على موضوع توثيق العمل التطوعي عشان يساعدوا على الانتشار والتوسع والحصول على الدعم المطلوب. يعطيك العافية. نقدر نقول إنه النقد مرات يكون ممكن تأثيره سلبي، ولكن كيف ما نخليه يأثر وما يأثر على الإصرار والدافع اللي عندنا حتى نستمر. فيعطيك العافية أستاذ سعيد. بكذا نختم المحور الثالث في لقائنا، نبدأ بآخر محور اللي هو قياس الأثر التطوعي. فهل برأيك أستاذ سعيد، هل ممكن أن يقاس العمل أثر العمل التطوعي؟ وإذا لا، كيف ممكن نقيس هذا؟ إذا ما كنا نقدر نقيسه، هل في مجال نقدر نقيسه في المستقبل بطرق معينة أو آلية معينة؟ طيب جميل. حنا مجموعة حيث الإنسان أولا بنحاول قدر نقيس الأثر هذا من البداية. يعني على سبيل المثال، شارك معنا أكثر من 7,000 متطوع ومتطوع خلال 9 سنوات الماضية، توسع فريقا بدل ما يكون موجود في مدينة واحدة موجود في 10 مدن في المملكة، عدد الأعضاء من 10 أشخاص إلى 300 شخص أعضاء فعالين في المجموعة، عدد المستفيدين وهذا الأهم طبعا من هذا كله وصل إلى تقريبا 700,000 مستفيد في جميع أنحاء المملكة خلال 9 سنوات الماضية في جميع مبادراتنا. ايضا الان في منصه التطوع تحسب للمتطوع عدد ساعات تطوعيه وعدد المتطوعين بشكل عام، لان هذه المنصه هي اللي حتساعد تحصر اعداد المتطوعين واثر اعمالهم خلال الاعوام القادمه الى 2030. فاتوقع من واجبنا كلنا ان احنا نحاول نحسب او نسجل الاثر هذا بطريقه دقيقه جدا عشان فعلا نقدر نوصل للهدف السامي اللي هو طبعا هدف الدوله كلها اللي هو الحصول الى 1,000,000 متطوع. وطبعا في تفاصيل أخرى كثيرة
ولكن أعتقد أن أي شخص اليوم يبغى يحسب أو يقيس طيب أتوقع خسرنا الإرسال عند أستاذ سعيد. هل ممكن أستاذة سميرة تحكين عن أثر أو كيف يتم قياس أثر العمل التطوعي؟ أوكي طبعاً. أولاً جداً مهم مثل ما أستاذ سعيد كان عم يحكي موضوع قياس الأثر، لأنه قياس الأثر بيخلي الجهة نفسها تقدر تطور من أعمالها بالمستقبل، وإنه نعرف هذا المبالغ اللي عم تستثمر والأوقات اللي عم تستثمر وجهد المتطوعين وين عم تروح. فجدا مهم، وهلا كلنا عم نشتغل لهدف موحد اللي هو إنه نوصل لمليون متطوع إن شاء الله ب 2030. فبتلاحظي قديش هذا الشيء كمان محفز لكثير من الجهات التطوعية. فأنت لما دائما يكون عندك تارجت عم تحاولي توصلي له، بيكون محفز لفريق العمل إنه هذا الأثر اللي بدنا نوصل له بالآخر، والواحد بيقدر يركز على أهدافه بشكل أفضل. ضروري لكل جهة يكون في معايير موحدة لقياس الأثر عشان يقدروا بكل مشروع يقيسوا بنفس الأرقام هاي. مثلاً نحن بإحياء بنقيس عدد المستفيدين، عدد المتطوعين لكل مبادرة، القيمة الاقتصادية اللي عم تساهم فيها هاي المبادرة من مجهود المتطوعين. هاي من أبرز النقاط اللي بنحاول نركز عليها. فلما بكل مبادرة نقيس نفس الأرقام، نحن هيك بنقدر نقارن بشكل أفضل ونعرف نقيم المشاريع عشان نقدر نطور فيها بالمستقبل. هاي يعني بشكل عام. I really believe إنه موضوع قياس الأثر بيساعد جدا على التحفيز. مثل ما الشركات بتشتغل لتارجتس، نحن عنا تارجتس اجتماعية، وهذا بيخلي الواحد يقدر يشتغل أكثر لأهدافه. يعطيك رائع جميل. نختم فيك أستاذ غدير. طيب، واحدة من المبادرات اللي بعملها كمان بودكاست مع أمي، وهي يعني بودكاست نروي فيها القصص الأطفال. فجميل إنه أو خطر على بالنا إنه في الساوند كلاود نشوف البلدان اللي تدخل وتسمع على البودكاست هذه، لأنه ما شاء الله العدد المستمعين يعني جذب انتباهنا. فكان جميل جدا إنه مش بس في منطقة في المنطقة في السعودية أو حتى في منطقة الخليج، لكن شفنا إنه في برضو في الولايات المتحدة، في أستراليا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، لقينا إنه في أشخاص بيسمعوا لهذا البودكاست. فهذا اللي نحن يعني في دعاء، اللهم اجعلنا مما عمرون الأرض. فيعني لما شفت الخريطة وشفت فين بتتسمع البين بوينت فينها، يعني قلت الله يجعلنا مما يعمرون الأرض. عفوا ما أسمع. الكلام جميل وله أثر كبير. يعطيك العافية أستاذة. شكرا. شكرا لك. أنا حابة أشكركم على اللقاء العميق والجميل والملهم، ونستعد لسماع بعض الأسئلة من الحضور إذا ممكن. تمام. يعطيك العافية رؤى، وفرصة سعيدة أستاذة سميرة وأستاذ سعيد وأستاذة في. يعطيكم العافية جميعا، فرصة جميلة.
شرفنا بحضورنا اليوم وشكرا جزيلا على هاي الجهود، وجدا سعيدة أن تعرفت على الأستاذ غدير والأستاذ سعيد، يمكن كان عندنا تعاونات سابقة و looking forward إن شاء الله أنه نقدر نشتغل سوا كمان. طيب معانا السؤال الأول من أخت غيدة تسأل، تقول كطالبة كيف توازن بين التطوع والأمور الأكاديمية والدراسة؟ التطوع ممتع ويحمس، وهذا ممكن ياخذ وقت على حساب الأمور الأخرى، فكيف نستطيع تحديد الكمية أو الوقت بحيث ما يصير التطوع على حساب أمور ثانية مثل مستوانا الدراسي؟ أتوقع السؤال يكمن في إنها مش قادرة تكرس وقت بدون ما يكون على حساب دراستها أو أمور خاصة مهمة في حياتها، فإيش النصيحة اللي ممكن نعطيها إياها أستاذة غدير أو أستاذة سميرة؟ بتبدأي؟ طيب يديك العافية. طيب إذا تذكري واحدة، يعني أنا ذكرت ثلاث أمور مهمة في حكاية الأساسيات في بدء مشروع التطوعي أو في فكرة التطوع، إنه الواحد يقيس الوقت اللي عنده. فيعني من البداية كقياس الوقت المتاح اني اتطوع فيه جدا مهم قياسه، ومو غلط انه الواحد يعرف انه لو بدا التطوع اذا راح ياثر في دراسته، انه زي ما اقول postponed مرحله التطوع هذه الى فتره ما بعد الانتهاء من اشياء اولى، لانه التطوع قد تكون فتره معينه، لكن الدراسة الجامعية هذه يعني مرحلة حياتية أخرى، فهي المهمة الأول، فالواحد كمان يرتب أولوياته. غير ترتيب الأولويات، إيش ممكن نسوي؟ إضافة للي قالته الأستاذة غدير، نحن يمكن لأنه بدأنا إحياء كطلاب جامعة قادرين نحس بالسؤال اللي عم تطرحيه. نحن عنا دائما من القيم الأساسية إنه قليل مستمر خير من كثير، قليل مستمر خير من كثير منقطع. فالواحد لما حتى لو طوعتي ساعة من يومك، على سبيل المثال، حتخلص السنة وأنت شايفة إنك طوعتي بفوق 300 ساعة. فهذا المفهوم ممكن كمان تستخدميه، بأنه في فترات حيكون مثلا عندك اختبارات، عندك التزامات، ما حتقدري تتطوعي لمشروعك بشكل كبير، وفي فترات هتكوني متفرغة بالكامل مثل فترة الصيف مثلا أو الإجازات، فالواحد هون بحاول يوازن شوي. بالإضافة أنه موضوع دراسة الجامعة هي مو الإكسبيرينس الوحيدة اللي هتاخديه من الجامعة. فترة الجامعة أو فترة التطوير الشخصي لما الواحد يتفرغ لنفسه هي بتنبني بإكسبيرينسز، بخبرات متنوعة، فمثل ما الواحد بيركز إنه من خلال تعليمه يستفيد، التطوع ممكن ينمي كتير مهارات عندك كمان ما ممكن تلاقيها بأي كتاب، فالواحد يحاول يوازن شوي. أستاذة سميرة، من وجهة نظري أو من خلينا نقول من تجربة شخصية، في خلينا نقول soft skills أو السكيلز اللي ما ننسى الكتاب ونتعلمها، بس لما نقوم في عمل تطوعي أو شيء حابينه، سواء كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد خلينا نقول التعليمي أو أي صعيد أو أي نوع من أنواع التطوع، في نوع من في سكيلز أو مهارات ما تقدر كيف تتعامل مع الناس، كيف تكون فريق، كيف تسعى، كيف حتى ترتب الوقت نفسه عشان تكون في أعمالك التطوعية وقت، زي ما ذكرت أستاذة غدير بعد الأولويات، هذه بحد ذاتها مهارة. فيعطيكم العافية، إن شاء ممكن الله. أضيف بس شغلة قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده. الواحد بس يبدأ بالتطوع حيلاحظ شغلة كمان، غير موضوع تخطيط الوقت، حيصير في بركة هو ما حاسس من وين عم تجي. فسبحان الله، الواحد بس يبدأ إنه يسعى
لحال البركة حتجي وحتلاقي وقت أكبر إنك تدرسي وإنك تنجحي بدراستك إن شاء الله. طيب عندنا سؤال يقول من وجهة نظر المتواضعة بأن العمل التطوعي قديم في السعودية وهو قيمة روحانية يمثلها الإسلام كدين والجمعيات الخيرية منذ أكثر من 50 سنة كانت تساهم بفعالية في العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية. استشف من كلامه إنه العمل التطوعي أو مفهوم العمل التطوعي موجود في السعودية من سنين قديمة، فسؤاله هو في ظل تطور نظرية العمل التطوعي، هل ما زالت الجمعيات الخيرية جزء من منظومة العمل التطوعي؟ تفضلي أستاذة سميرة. أكيد هي جزء أساسي، بالعكس من ناحية العمل التطوعي وتنمية المجتمع بشكل عام ضروري كل القطاعات تتكاتف عشان نقدر ننهض بالبلد، فأكيد هن جزء أساسي. وحتى من قريب طلعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار إنه لازم يكون بكل جمعية مسؤول عن التطوع، فالدولة كثير عم تشجع هذا التوجه، وكثير من الجمعيات اوريدي عندهم فروع تطوعية وهيك بيتموا مشاريعهم، فضروري كلنا نتعاون سوا. طيب يعني زي ما ذكرت أستاذة سمية، وزارة الموارد البشرية يعني طورت موضوع التطوع في السنوات الأخيرة بشكل جميل ومرتب، تحفظ حقوق المتطوع وأيضا الجهة اللي بتطوع فيها، فهذا ينظم الموضوع أكثر. وبس ما عندي شيء صراحة زيادة أقدر أقوله. طيب عندنا سؤال يقول هل مؤسساتكم تعتبر جمعيات خيرية أم ريادة اجتماعية؟ وإذا كانت ريادة اجتماعية، ما هي التصاريح اللي كانت ملزمة؟ يعني هو السؤال جزئين، الجزء الأول هل تعتبر مؤسساتكم جمعيات خيرية أو ريادة اجتماعية؟ تحبي تبدأي؟ لا تفضلي تفضلي. مؤسسة إحياء تعتبر مؤسسة اجتماعية، ونحن جدا فخورين الحمد لله أنه نكون من أوائل المؤسسات الاجتماعية بالمملكة، لأنه هاي الرخصة طلعت السنة الماضية، يعني احنا رخصة رقم 35 أصلا، فكتير فرحنا أنه صار في هذا التسهيل وصار في هاي الكاتيجوري مثل ما بيقولوا، لأنه كان من قبل الواحد لو عنده هيك عمل بده يسجله إذا كجمعية خيرية أو كوقف، أو ممكن يسجله كمؤسسة وهو نيته أنه تكون غير ربحية، بس هاي الرخصة كتير سهلت البروسيس انه تسجيل مؤسسة بشكل طبيعي عن طريق وزارة التجارة، طلعنا سجل تجاري، وبعد هيك بيتقدم على رخصة العمل الاجتماعي عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طيب بالنسبة لي نادي حكاية جدتي، فهو نادي للأطفال للقراءة، يعني ما لا هي جمعية ولا هي مؤسسة تطوعية، لكن يعني العاتق الجميل إنه العاتق مش علينا أو التصريحات مش علينا، لكن على الأماكن اللي نروح نتطوع فيها. يعني هذا يمكن أن أشوفه شيء مريح ليا، إنه الجهات اللي تستضيفني تكون هي متوفرة التصريحات هذه. طيب خلينا ناخذ آخر سؤالين.
واحد من الأسئلة يقول: ما هو رأيك في التطوع التي تقدمه بعض الجهات والشركات بالمقابل مادي تحفيزي؟ إيش رأيكم بالشركات لما عشان تحفز الناس تعطيهم مرجوع مادي؟ طيب أبدأ أستاذ سميرة، شكرا لك. طيب يعني شوفي، هو زي ما تقولي أعطي تعطى، أو هو بين إنه الواحد مهما حاول يعطي يعطي، بس إنه جميل إنه ياخذ مردود، قد يكون هذا المردود معنوي، قد يكون تحفيزي، قد يكون مادي. يعني أنا ما أشوف فيها شيء إنه إذا كان الشركات تعطي مبلغ بسيط، لأنه أنا يعني في هو تطوع، لأنه أكيد المبلغ اللي بيقدم له مش على قد التعب وعلى قد الوقت اللي بيقدمه المتطوع. بالعكس أنا أشوف هذا شيء جميل من المؤسسات والشركات. أتفق مع أستاذة غدير، ويمكن المشكلة بالمسمى نفسه، ممكن يسمى مثلا عمل موسمي أو عمل بدوام جزئي أو كذا، على أساس مشاريع، لأن المتطوع هو اللي بيتطوع بوقته ومجهوده بالآخر. بس هذا القرار ساعد كثير من المتطوعين إنه يعرفوا حقوقهم، لأنه كان في شركات بتسمي إنه في فرصة تطوعية، وبالآخر الشركة عم تستفيد ماديا من وراء هذا المتطوع. فالقرار هذا كتير ساعد إنه الشركات ما عاد تقدر تستغل المتطوعين بمسمى متطوع، فأكيد هاي من مصلحة الجميع. يعطيكم العافية. عندنا سؤال يقول: في 2016 أكدت الدكتور علي النملة بأن من أهم تحديات العمل التطوعي هو ضعف في التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات التطوعية، وكذلك ضعف الموارد البشرية. فبرأيكم اليوم بعد مرور 5 سنوات من تصريح الوزير، كيف تقيمون العمل التطوعي؟ تفضلي استاذ سمير. أكيد بال5 سنين الماضية نحن بدأنا من 6 سنين، فيعني واكبنا هذا التطور يعني بشكل شخصي. صار في تطور كثير كبير بالعمل التطوعي، وخاصة بالأوانس بالمجتمع، بوعي المجتمع بأهمية التطوع. من ناحية العامل الموارد البشرية بالعكس صار في إقبال جدا كبير، والحمد لله نحن أول ما نعلن عن فرصة بصير في فائض من المتطوعين من كثر ما متحمسين الشباب بيخدموا الحمد لله. فمن ناحية الموارد البشرية جدا تحسن الوضع، بس يمكن بيظل التحدي الأكبر هو الجانب المادي. وكمان الشركات بالفترة الأخيرة صارت تدعم المشاريع التطوعية أكثر، فإن شاء الله شوي شوي بتزيد الإنتاجية. طيب، مثل ما ذكرت سابقا، انه وجود الموارد، وزارة الموارد البشرية بتدي حقوق لكلا الطرفين، فهذه تدي استمرارية واستدامة للعمل التطوعي، وحفظ الحقوق للطرفين الاثنين. صراحة استمتعت. ماشي، الصوت ما كثير واضح. أقول يعطيكم العافية، كثير استفدت من اليوم اللقاء، أنا متأكدة أن المستمعين معانا والحاضرين معانا استفادوا. لقاء جيد، ممتع، جميل، وفي حس اجتماعي وحس عطاء وحس ديني، وأتوقع مالي جميع كل شيء. فعلا لقاء ممتع وجميل، يعطيكم العافية، وأشكركم وأشكركم على لقائكم ومشاركتكم قصصكم وتجربتكم الشخصية. يعطيكم العافية.
وإن شاء الله نراكم في لقاءات قادمة. شكرا شكرا لكم، يعطيكم العافية، فرصة سعيدة، وإن شاء الله بإذن الله نشوف التطوع، يعني وجهة التطوع إن شاء الله بالسنة الجاية في اليوم المتطوعين يكون أفضل من الآن. إن شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافة، وسعيدا جدا جدا بالمشاركة، وبصراحة قبل الحضور احنا استفدنا من خبرات بعض، فشكرا لكم. وإن شاء الله نكون يعني قدرنا حتى لو ألهمنا شخص أو اثنين يبدأ مشروع تطوعي ويكمل هذا المجال. بإذن الله، شكرا لكم، شكرا لكم، تشرفنا، مع السلامة. نشكرك على متابعة فعاليتنا، اشترك في قناتنا وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن أنشطتنا.